السلام عليكم. صراحة أحد المتابعين يسأل يقول حاول أن يستخدم السلندرات العادية هذه في التلحين مع الأكسجين بدل الأسبرين ولم يتوفق. زين، طبعا المشكلة في اعتقادي كانت عنده في الرأس، هذا الرأس تشوفون هذا الرأس اللي في السلندر مال الغاز، هذا الرأس طبعا يستخدم في المطاعم والمطابخ، متغير فيه درجات من 1 أو من 0 لغاية ممكن 9 أو 10، يسمح لك بإدخال كمية كبيرة حسب اختيارك أنت من الغاز، لأن المتحكمات العادية اللي تستخدمها في المنزل صغيرة أعتقد ممكن تكون ما أتذكر رقم بوينت شيء كذا أو أقل من 3 بار ممكن، والله ما أتذكر الرقم، بس يعني اللي تستخدمها في المنزل تختلف عن اللي يستخدمونها في المطاعم. في 3 أنواع من الساعات، ساعة صغيرة، ساعة متوسطة، وهذا النوع من الساعات الكبيرة. رويكم إياه، أروح لين عنده ورويكم نوع الساعة اللي استخدمها، وأعتقد راح يكون فيها درجة معينة، راح نشوف كم الدرجة اللي راح يفتح عليها الغاز. هذا كم رقم 10 شوفوا، فاتح على رقم 10. زين، استخدم هذه الساعة وفاتح على رقم 10 مع الأكسجين. طبعا هذا ذكرت الشخص اللي سأل، ما كانت عندي إجابة صراحة، ما عرفت ليش، ولكن الحين عرفت إنه يستخدمون الريجوليتر هذا المنظم الكبير حتى في السلندرات الصغيرة. صلى الله عليه وسلم.